مصر الخير عليكم اهل اليوتيوب. اليوم جينا نحكي لكم واحد ليستوار اجابه على واحد السيد كومونتير بون كومونتير كنت ننتظر فيه من هضرت على القطوطه على القطط. ملي كنت نهضر على القطوطه بون واحد قال لك كاين بني ادم زعما انسان دي زوما ما كانش اللي يعاونهم ندرك العون في القطوطه. ما نضرش هذا السيد زعما جابها لي بغى يقولها لي زعما كاحراج ولا بغى يقولها لي زعما روبروش ولا غير قالها كيما هكا يحسن عاونها عندها الصح فيها سي با ان بروبليم. بون باين نحكي لكم على واحد القضيه صرات لي. نعقل هذه شعال من عام قبل ما نروح قبل ما نهجر ما نروح للخارج سيتي 20 طون فيت كنت فوت الباك ايا ورايحين في طاكسي بين وهر ومستغالي. كانت بكري ديك الطريق هذه تفوت على قديل تفوت على رزي ولا صوالح حكي معاك بالطيوة صوالح حكي معاك يعني نقولكم في الطريق كانت واحد الطريق دوبل فوا زوج ربعة تاع لي فوا فيها زوج يروحوا زوج يولوا ومتفرقين بالحشيش ما نعرفش. واحد ضربة في ديك الطريق من فواتور لوطو حمراء ما نعرفش كي جاتها في راسها حبس وجا يدير دو ميتور ما على باليش عليها والله ما على بالي انا ما نكذبش عليكم. حنا لحقنا زعما غير ولي ستار كيما يقولك صحاب الطالب لحقنا فريمون كنا في على انستون تاع الاكسيدون فلي هو جاي دور كانت R18 فاميليال ناقل عليها كولور جايه ميتاليزي كل بيضاء غريز هكا ماشي غريز على بالكم ديك كولور تاع لي R18 دخل فيه ديريكت. بون دخل فيه ديريكت زداج منا حنا الطاكسي اللي كنا فيه عند الامباكت وين الامباكت تاعك ضرب كنا تما كنا في الامباكت صرا ما دخلي. دونك قلت لكم حبسنا هو تنجري كان مول الطاكسي صني قبل اللوطو هذيك فلي قربت اللوطو دخل هو فيها جبد انا اونفون باز ولا دري ولا كي تسموه نتوما جبده عطاه لي ديته انا كيما هكا حطيته في الارض بعت الزداج والماء والليسانس اللي كان فيه كل شيء ورحت وحطيته في الارض وقعدت نشوف فيه اي بي ما نتمناش حتى واحد يكون يسيب روحو في على قارعه الطريق كيما نقولوا يسيب روحو في الطريق افيك ان انفون تاع 10 ans inconscient وما على بالهش يدير به ما على باليش كان حي ولا ميت راكم فاهمين. فوت انا كنت فوت وقيله 13 ولا 14 ans في التعليم في لونسينيومون قرروني على الدوله الفينيقيه قرروني على العباسيين قرروني على الدول عدم الانحياز قرروني على كاع الشكل ما فهمونيش تندير في حالة اللي نصيب ان انفان مقيوس في الارض ويكون ما على باليش بين الحياة والموت ولا دونك نقول لكم حاجة فريستراسيون كبيرة قعدت نشوف فيه ما عرفتش ندير له ولا ما عرفتش ندير له. بون جات من بعد كانت امبولونس في لا سيركولاسيون شوية عندهم الزهر هذوك الناس بالك جات حبست جا واحد الناس رفضوا لانفان هذاك وداوه ما على باليش الاحد دينا هذا لا كان حي ولا ميت صح بقات لينا فريستراسيون. من بعد ما رحت للخارج اسيدي ما بغيتش تعاود تصرالي كاش نهار مرحله كيما هكا شادرت مكتوب الله كيما تقول لك كيما تقول لك الزهوانيه قاسني في ريميدي ماشي زهوانيه قاسني عند لي بومبي تاع لا فيل دو لوزان. دونك ضرب 2 ولا 3 زون عند لي بومبي تاع لا فيل دو لوزان عندهم تعلمت بزاف صوالح. من بعد كنت في فرنسا درت ديبلوم تاع سكوريست. من بعد زدت بلو لوان درت ديبلوم ديتا تاع انستركتور تاع لي سكوريست سا سينيفي باش نعلم لي سكوريز. من كنت في عند لي بومبي خدمت بزاف دي سيتوياسيون ريال جي في دي زونترينمون مع الاخرى مع لا بروتيكسيون سيفيل لا بروتيكسيون سيفيل ولي بومبي ماشي كيف مثلا لي بومبي كنا نتعلموا قضايا تاع النار وكل شيء alors que مع لا بروتيكسيون سيفيل يوري لك دار مهدوده ويعطيك مارتو بيكور ولا دي زونجان لوفاج ولا ولي تحوس كي سيمولاسيون تاع ترومبلمون دو تيغ ولا صوالح كيما هكا. enfin بغيت باش نقول لكم اللي نحاول نقولها لكم بلي فوت تقريبا مينيموم 4 سنين من حياتي فوتها وانا نتعلم كي ندير باش كي بنادم يكون عنده مشكل كي بنادم يجيف ولا بنادم يحرق ولا بنادم ينقرض ولا بنادم قلبه يحبس ولا كي ندير باش نتعامل معاه لو طون تاع اللي يوصل للسبيطار ولا لو طون تاع لي سيكور يجو يعني غير باش نقولها لكم باش ما قلت باش وكان تصرا لي خطره خد خضره كيما هكا اموال الاجل تاع هذا كيكون جا ما عندي ما ندير له ما نعطيش نزيد له في حياته بصح اموال الاقل ما نبقاش نشوف فيه. دونك قلت لكم شعال من خطرة عاونت بني ادم في حالة اللطف امونك الاجل تاعهم يكون جا نعرف باللي يده طائرة ولا نعرف باللي قلبه حابس ولا نعرف باللي حاجة نعرف شنج من ديله صح سيدي. كنت في
كنت في الجزائر هذه كالكوزاني ورايحين في الطريق رايحين في الطريق بين وهران ومستغاليم تقريبا لا تقريبا الزهر شوفوا مكتوب الله في جدال الزهر سبت روحي في لاميم غوت لاميم غوت أسير رايحين ديباساتنا واحد اللوطو لوطو تبع تحواس enfin كليو ولا حاجه كيما هكا وطاير يديباسي ا دروات ويديباسي ا غوش وزعما هكا قلت لكم هذوك الناس زادمين ديباساونا 5 مينوت من بعد 5 مينوت من بعد درنا ميم با 3 ولا 4 كيلومتر لحقنا على اكسيدون هذيك لوطو البيضه اللي ديباساتنا مقلوبه والناس راح تجري للشان وكل شيء بين اكسيدون زعما ضربوا ما عرفاش ضربوا ونقلبوا راحت بهم بون السيد هذاك اللي كان يسوق قلت له حبس قلت له حبس نروح نشوف علاه انا بين نروح لا خاطرش قلت فوالا الكلي زعما الدنيا عطاتني نوتر اوكازيون باش الخطره يصرى الميم بروبليم وقال الاستعداد هذا اللي كان عندي تاع شعر من عام نجم نطبقه وما بقاش فريستري كيما هكا نجم ندير حاجه على الخطره ما خليش الناس تموت قدامي ولا ما خليش واحد يموت قدامي ولا ما على باليش ولا نشوف فيها كم على باليش ندير شقلي من اللوطو قالي لاخطك منهم قالي هو كان يخوف يستاهل هذيك الا اكسيليري وراح دونك فوالا لو طون لي ندور الا اكسيليري قعدت نتاقش انا وياه في دقيقه ولا دقيقه 60 كيلومتر سي 1 كيلومتر راك فاهم اي صاي رحنا وصاي هذا ما كان حال الجزائر كي تجي دايره دروك حنايا ما على باليش حنا كاع المشاكل تاعنا راهم جايين سك ما من ربي يرسل الخير حنا نقطعوا راك فاهم يجي واحد في الوسط يقطعك كيما هكا يقطع على الاخرين ها هي لال هال هادي عليك طوطا وكل شيء راك قط من صيبة مقيوس نجي هكا لماه نرفدها نديرها في كرتون طلعها للدار ماكش يهضر معايا ماكش يخرب فيا نداويه منا ولا لا ولا ولا الى جات هذاك جاتها مع عمره يموت وصاي كملنا راك فاهم دونك القط سي 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 بلو فاسيل على سي بلو فاسيل البنادم فوالا هذه هذا ما كنت باغي نحكي لكم هذا كنت باغي نحكي لكم هذا ليكزامبل هذا تاع الدائره تاع الناس اللي قطعوا الخير راكم فاهمين سي كيما هكا دونك تجي تشوف باللي تكون في الخارج تتعلم كي تعاون المجتمع تاعك تتعلم كي تعاون العائله تاعك تتعلم كي تكون فرد بوزيتيف في المجتمع اللي راك فيه وعندك حدود عندك لا بوسيبيليتي باش من تكون حاجه تعرفها تكون مسحقه في ماشي نهضر على عافر تاع موت ولا نهضر على كل شيء يكون المجتمع مسحقها عندك لوكازيون تاعي باش تطبقها الوغ كو في البلاد عندنا سوا اللي يعرفوا راحوا ولا اللي كاين اللي ما يعرفش ولا اللي يعرف وراه تماك كان اللي يجيب الله عليها الطريق كان اللي يقولها لا خطيك صاي خلي ما تخربش ما عقليه كيما هكا عقليه تاع خساره هذا ما كان زي زعما فيديو ماشي زعما فيديو شي فيديو تاع ضحك ولا هذه غبيت نقولها لكم وصايت الله في روحكم و ما نعرف كيما نقولو حنايا في واحد ما نعرف